اسمي إياد فاروق علي عبد المهدي، اشتغلت في مجال مصانع الألبان من عام 1995 لغاية الآن. أشتغل في مجال الألبان والعصائر، عندي خبرة طويلة في مجال تصنيع الأجبان بشكل عام. اشتغلت في خارج البلاد في ليبيا مدير مصنع. رجعت بعد حرب ليبيا وبدأت أشق طريقي من جديد الآن. بدأت فكرة المشروع، زرت مركز المدينة العربية للتوحد الموجود في شرف البدران، فطلبت أنه أسوق منتج خاص للألبان دايت. فبلغوني أنه مرضى التوحد ما بيستطيعوا أنهم يأكلوا حليب الأبقار بسبب عندهم حساسية للكازين لمادة الجلوتين في القمح والشعير والشوفان. الفكرة موجودة عندك، يعني انه كانت مؤسسة الشرق الأدنى تبحث عن المشاريع المميزة، فمن خلال علاقتهم مركز إرادة سألوا عن مشاريع مميزة، فأبلغوهم مركز إرادة انه في عندنا مشروع حليب فول الصويا. فمباشرة قاموا بالاتصال بي والتواصل معي حتى مع توفير بعض التسهيلات، مع العلم انه ابلغوني انه العمر لا يتناسب مع شروط الشرق الادنى، ولكن كونه مشروع مميز تم تقديم تسهيلات لتشجيع هذا المشروع. طموحي اني استلم مشروع خاص يعني الي ولاولادي، يعني بالذات يعني انه نكون مشروع مميز.